سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء على الأحداث هذا اليوم أبدأها من تونس، حيث استخدمت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع السبت لتفريق المتظاهرين ضد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وشارك المئات في مظاهرات ضد إجراءات سعيد، واتهم حراك مواطنون ضد الانقلاب السلطات بمحاولة تشتيت المحتجين ومنعهم من نصب خيام في شارع الحبيب بورقيبة. إلى ذلك تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتونس وثائق مسربة بخصوص التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 من يوليو الماضي، وأظهرت الوثائق المتداولة تورط جهاز المخابرات العامة المصرية في التحضير للانقلاب على الثورة في تونس. نتابع التقرير. محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها. بعد مضي أشهر على الانقلاب في تونس، بدأت تتكشف حقائق جديدة من شأنها أن تضع النقاط على الحروف بشأن الأيادي الخارجية التي ساهمت في الأزمة التي تعاني منها البلاد. مواقع التواصل الاجتماعي تحولت في الساعات الماضية ساحة لتداول وثيقة مسربة منسوبة للمخابرات المصرية، تتضمن معلومات وتفاصيل اجتماع في القاهرة ضم كل من عباس كامل ووزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي، إلى جانب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة ومستشار سعيد وليد الحجام والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة. وبحسب الوثيقة المتداولة، فقد عبر عباس كامل عن انشغال السيسي العميق لما آلت إليه الأمور في تونس من تردي اقتصادي وصحي وفساد غير مسبوق تحت ظل حكم حزب حركة النهضة، كما كشفت عن ثناء وإعجاب تونسي بالتجربة المصرية. التسريبات أثارت انزعاج العديد من الجهات والشخصيات التونسية، حيث تساءل البعض عن الدور الذي ستقوم به النيابة العسكرية ومؤسسات الدولة لمحاولات تغيير النظام الحكم في البلاد باستخدام قوة السلاح، وطالبوا بمحاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة على حد وصفهم. التطورات على الجانب السياسي تأتي على وقع استمرار التظاهرات ضد الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد وترفض فكرة تفرده بالحكم، فضلا عن أزمة اقتصادية ومالية شديدة تشهدها البلاد زادت حدتها بعد انقلاب الرئيس على مؤسسات الحكم في البلاد. مشاهدينا، للمزيد ارحب بضيفي عبر سكايب من لندن سيد عادل حامدي الكاتب والإعلامي التونسي. ارحب بك سيد عادل. بداية، في آخر التطورات، مواطنون ضد الانقلاب يعلنون تعليق الاعتصام بعد الفض الشرس من قبل الأمن. يعني لماذا يلجأ أو لجأ الأمن التونسي إلى هذا المستوى المرتفع من الحدة مع المتظاهرين والمعتصمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك أستاذ زياد وأحيي مشاهديك الكرام، وأريد أن أعزيك مرة أخرى في وفاة والدك رحمه الله، وأن أقول لك بعد أن عدت إلى ديارك للعمل مجددا مثل ما قال أبو القاسم الشابي: ما كنت أحسب بعد موتك يا أبي ومشاعري عمياء بالأحزان، أني سأظمأ للحياة وأحتسي من كأسها المتوهج النشواني. فمثلك ما زال ينتظره الكثير من الفعل والعطاء للحرية والكرامة ولتحرير الأرض من الاحتلال. نرجو الله. أعود إلى سؤالك أستاذ زياد فيما يتصل بهذه الإجراءات القاسية والإجراءات القمعية التي تم اتخاذها ضد المتظاهرين الذين كانوا يريدون التعبير عن رأيهم برفضهم للانقلاب وللقرارات الاستثنائية ولخارطة الطريق التي أعلنها قيس سعيد قبل أيام، وقد تم منع المتظاهرين من الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة، وتم منحهم ربما ركنا قاسيا قبل أن يتم منع دخول أي خيام إليهم أو أي أكل
إلى الذين قرروا الاعتصام وهو يتحدث عن الحرية في حين أنه لا وجود للحرية. واضح الآن من خلال هذه المظاهرات التي عمت عدد من المحافظات التونسية، وواضح أيضا من خلال ما قام به المتظاهرون في محافظة سيدي بوزيد مهد الثورة من اقتناعهم للمنصة الرئيسية التي كان من المتوقع أن يأتيها الرئيس قيس سعيد ويتحدث من عليها إلى الشعب التونسي. واضح إذن أن هذا الانقسام وهذا الالتفاف الذي كان يتحدث عنه الرئيس قيس سعيد وأنصاره قد أصبح من الماضي، وأن غالبية الشعب التونسي اليوم ترفض هذه الإجراءات وهذا الانقلاب، وهي تتجه إلى التصعيد في مواجهة هذا الانقلاب والعودة إلى المؤسسات الشرعية، أي إلى المسار الدستوري، ولكن واضح ثم تحكيم الشعب في ذلك. ولكن واضح بالمقابل سيد عادل بأن السلطات التونسية أو نظام الانقلاب إذا صح التعبير ذاهب أيضا إلى التصعيد ضد الشعب التونسي. إلى أي مدى يشير هذا إلى تواطؤ مؤسسات الدولة وعلى رأسها طبعا مؤسستي الجيش والشرطة في هذا الانقلاب؟ حتى الآن لا يمكن القول بأن المؤسسات الوطنية متواطئة في الانقلاب. نحن تحدثنا أو شاهدنا تسريبات لوثائق تشير إلى اجتماعات عقدت بين أجهزة المخابرات في كل من تونس ومصر، ولم نلحظ أو لم نتلقى أي نفي لا من الجهات المصرية ولا من الجهات التونسية. وهذه وثيقة ربما مهمة للغاية وغاية في الدقة. ربما الوثيقة الأخرى التابعة لها هي رسالة أيضا من الجهات التونسية أو من الرئاسة التونسية إلى المخابرات المصرية، مما يعني أن الأمر لم يكن يتعلق بقرارات سيادية تونسية ورد على ما يسميه قاتل الانقلاب بالفوضى في البرلمان، وإنما يتعلق بمشروع إقليمي. وربما قد زاد من هذه الفرضية، فرضية التدخل الخارجي، قدوم الرئيس عبد المجيد تبون قبل يومين والقرض الذي تم منحه للرئيس قيس سعيد في محاولة لإنقاذ الانقلاب أو دعم الانقلاب تحت شعار أو تحت يافطة دعم الشعب التونسي. نحن أمام مأزق سياسي غاية في التعقيد. غالبية القوى السياسية الديمقراطية والمواطنون الذين تجمعوا ضمن مواطنون ضد الانقلاب يرفضون كل هذه الإجراءات، وهم يتجهون لتصعيد تصعيد احتجاجهم ضد الانقلاب والعودة للمؤسسات الشرعية. نحن أمام أزمة فعلية حقيقية ومأزق حقيقي في تونس، ربما يتجلى في هذا في الشارع الآن. هو الآن في مختلف المحافظات، في القصرين، في على الحدود مع الجارة الجزائر كانت هناك مواجهات يوم أمس، وتم استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. في سيدي بوزيد البارحة حدثتك، في تونس العاصمة اليوم تم الإعلان عن تعليق الاعتصام بالنظر إلى الإجراءات القاسية والقمعية وغير المسبوقة من أجهزة الأمن. وهذا يعني عمليا أننا أمام مأزق وأمام تصعيد خطير للغاية في تونس. طيب دعنا نذهب إلى تونس، وينضم إلي مشاهدينا من هناك عبر سكايب السيد يسري الدالي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي. أرحب بك سيد يسري. إذن تصعيد من قبل المتظاهرين أو الشعب التونسي، بالمقابل هناك أيضا تصعيد من قبل نظام قيس سعيد والنظام الانقلابي. إلى أين تتجه الأمور في ظل هذا التصعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة. هو الأكيد أنه الاتجاه يسير نحو التصعيد. هو الأكيد أنه يعني مظاهرة بالأمس ومظاهرات الأمس والوقفات الاحتجاجية بالأمس وخروج المواطنين وأغلب الشعب التونسي بالأمس في باجة في حيث تضامن في البوتين في عديد المناطق، في قرصة، في عديد المناطق بالأمس خرج الجميع أولا احتفالا بعيد الثورة، وكذلك رفضا للانقلاب، رفضا لعهد استبداد جديد. نرى ملامحه اليوم في قمع اعتصام يعني شارع الحبيب بورقيبه،
اعتصام الذي قررته لجنة مواطنون ضد الانقلاب والمبادرة الديمقراطية والأحزاب المناهضة للتعذيب بعد وقفتها بالأمس صباحا إلى المساء. لكن تم التعامل بكل قسوة وبكل لا إنسانية للأسف. يعني رأينا اعتصامات سابقة لأنصار أي صايد، ورأينا اعتصامات سابقة لأنصار لعابد موسي وأنصارها، ووفروا لهم الحماية ووفروا لهم ومكنوهم من إدخال المأكولات والمشروبات والتغذية. واليوم اعتصامنا اعتصام النواب، لأن يعني في عديد من النواب الأمس واليوم نواب مجلس نواب الشعب الذي علق اختصاصاته بدون وجه حق، واليوم يقمعهم اليوم يعني بالغازات المسيلة للدموع وبالعنف وبالقمع فقط لأنهم طيب. هذا نعم، هذا كان مغزى سؤالي سيد يسري. في ظل تعليق الاعتصام من قبل مواطنون ضد الانقلاب، فيما يشير إلى مخاوف من تصعيد أكبر من قبل الأمن التونسي، وهذا يعيدنا إلى الوثائق المسربة إن صحت طبعا، والتي تشير إلى تورط المخابرات المصرية في هذا الانقلاب. وبالتالي هل هناك مخاوف في ظل هذه التسريبات من ربما يعني مجازر يقوم بها الأمن التونسي بحق المتظاهرين؟ بالأمس وجهت في مظاهرة اليوم وجهت رسالة إلى الأمنيين، وكانت رسالة مني كأمني سابق، كإطار أمني سابق، وكذلك رئيس للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. وقلت في رسالتي إليهم بأنهم عانوا الكثير زمن الدكتاتورية، عانوا الكثير زمن الدكتاتورية، وقد أنقذتهم من براثن الدكتاتورية الثورة التي مكنتهم من امتيازات ومكنتهم من إحداث نقابات ومكنتهم من العيش في رفاهية وفي تواصل ودون عقوبات ودون مخالفات كبيرة. وقد تمنيت أن تكون لهذه الرسالة أثر، لكن للأسف اليوم يبدو أن التعليمات أقوى من المعاملات. يبدو أن هناك رغبة سياسية في قمع، لأنه اختلفت كثيرا بين معاملة الأمس ومعاملة صباح اليوم ومعاملة يعني بعد الزوال، اختلفت كثيرا هذه المعاملة. يبدو أن هناك تعليمات قطعية ورافضة لنصب الخيام ورافضة لهذا الاعتصام ورافضة لأن ندلي بأصواتنا ورافضة لاحتجاجنا وقامعة لكل نفس حر رافض لهذا الانقلاب. نحن نتساءل عن الباب الأول من الحريات الذي ادعاه قيس سعيد حين قال سوف أحمي الحريات. هو اليوم يقمع الحريات بأمنه غصبا عنهم وغصبا عنهم. نعم، شكرا لك سيد يسري الدالي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي، كنت معي عبر سكاي من تونس. مشاهدينا، وتنضم إلي من تونس أيضا الصحفية حليمة بن نصر. أرحب بك حليمة، كيف تصفين لنا المشهد في تونس الآن؟ نعم، تحية لك ولكل متابعينا في قناة الحوار. منذ قليل تم تعليق اعتصام حراك مواطنون ضد الانقلاب، هذا أبرز حدث في المشهد الآن. والاعتصام يأتي على تعليق الاعتصام يأتي على خلفية ما جد ظهر اليوم من أحداث داخل الاعتصام، حيث قامت الوحدات الأمنية بقمع المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وذلك بعد محاولة المعتصمين نصب الخيام قبالة جسر الجمهورية من وراء ساعة شارع الحبيب بورقيبة للاعتصام، خاصة أنهم بعد قضوا ليلة كاملة دون خيام. كانت ليلة قاسية بالنسبة كما يصفونها، قضوا ليلة كاملة في البرد والعراء. كما قلت استخدمت الوحدات الأمنية الغاز مسيل للدموع، حصلت مناوشات ثم مواجهات ما بين المعتصمين والقوات الأمنية. تم اعتقال حسن عيناه تقريبا فردين من المعتصمين. بعد ذلك اتخذت
اتخذت هيئة حراك مواطنون ضد الانقلاب قرار تعليق الاعتصام. هي تقول أن الاعتصام لن ينتهي، ولكن تم تعليقه مؤقتا حتى يتم التنظيم أكثر وتثبيت المعتصمين. أيضا ما زالت نعم. ألو نعم أسمعك تفضلي. قلت لك هذا إذا عامة أبرز ما حدث اليوم. بالأمس أيضا كانت هناك مظاهرات حاشدة لرفض الإجراءات الرئيس قيس سعيد وما يعتبرونه الجهات السياسية من مختلف تقريبا الآن أبرز الأحزاب تعتبره انقلابا. حركة الشعب الحزب الوحيد الآن على الساحة ما زال يساند قرارات الرئيس قيس سعيد. عامة هذا هو المشهد في تونس، هناك انقسام واضح في الشارع التونسي، وخاصة القوى الرافضة لقرارات الرئيس هي الأكثر الآن على الساحة. أشكرك جزيلا الصحفية حليمة بن نصر، كنت معي عبر الهاتف من تونس. أعود للسيد عادل الحامدي ضيفي من لندن. سيد عادل، هذه التسريبات حول الوثائق حول تدخل المخابرات المصرية في هذا الانقلاب في تونس، إلى أي مدى تؤكد ما كان يقوله كثيرون من تأثيرات العامل الخارجي ودفعه نحو هذا الانقلاب في تونس؟ طبعا بالتأكيد هذه الوثائق المسربة، سواء الوثائق السابقة لهذا والتي تشير إلى محضر قدمته المخابرات المصرية حول اجتماعات جرت في القاهرة بين مسؤولين في المخابرات المصرية ومسؤولين من الرئاسة والخارجية في تونس، ثم يأتي هذا التسريب الجديد لمسؤولة في القصر الرئاسي ليؤكد مرة أخرى ذات التسريبات والاتهامات السابقة الموجهة إلى أن الانقلاب الذي جرى في تونس يوم 25 من تموز يوليو لم يكن قرارا سياديا وطنيا، وإنما كان قرارا إقليميا وتعبيرا عن توجه إقليميا ودوليا هدفه إنهاء وإجهاض الانتقال الديمقراطي في تونس. أستاذ زياد، نحن كنا في مثل هذه الأيام العام الماضي مختلف المحافظات في تونس بما في ذلك العاصمة كانت تحتفل بالذكرى العاشرة للثورة التونسية، وكان الجميع رغم الصعوبات الاقتصادية والصعوبات الصحية كان الجميع يعتقد بأن ما تم إنجازه من حرية وما تم إنجازه من طي صفحة الحزب الواحد والفرد الواحد والحكم التمامي كان أصبح من الماضي. نحن اليوم أمام وضع كارثي ومأساوي حقيقي، إذ أن البلاد تحكم من طرف شخص واحد ومن جهات لا يعلمها التونسيون إلى حد الآن، وأن هذه المعلومات وهذه الوثائق مرة أخرى تزيد من الغموض والتشويش حول مصير تونس. لكني دعني فقط أشير إلى نقطة زياد وهي نقطة مهمة، الذين يعتقدون بأن الزمن يمكنه أن يعود إلى الوراء أي إلى الحكم التمامي الفردي فهؤلاء واهمون. أعتقد وأن هذا أثبته التاريخ كذلك، وأن الذين يحاولون ترقيع وإخضاع الشعب التونسي أعتقد بأنهم أيضا واهمون. أخشى وهذه دعوتي في الختام، أخشى من أن غياب الحكمة والعقلانية والرصانة والهدوء ربما قد يكون سلبيا على الجميع. وهذه دعوة للعقلاء والحكماء بأن يحكموا ضمائرهم وأن يلتزموا بهدوء بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. شكرا لك سيد عادل الحامدي الكاتب والإعلامي التونسي، وأشكرك على التعزية أيضا، كنت معي عبر سكايب من لندن.